بخطوات وثقة تسير شابة إيمان نحو تحقيق أحلامها على أرضية الميدان، بعد أن أسرتها الساحرة المستديرة فاختارت أن تكون حكماً لمباريات كرة القدم. عندي 26 سنة، suis infirmière. وراني في دومين تاع الأربيتراج. الحاجة الأولى الفيزيك، اللي قد تكون الفيزيك تاعك اللي قد يكون بيان حقيقة، اللي قد تست فيزيك توجور تربح فيه، تكون عندك حضور في التيرا وتكون تعرف لي لوا دجو وتكون تاربيتري بيان. ولوج عالم التحكيم الذي لطالما كان حكرا على الرجال لم يكن مهمة سهلة لولا الإصرار والعمل الجاد. حقيقة كاش اللي تقبلك، لا لاعبين لا كي قال لك لا جمهور لا حتى واحد، مي انت تفرض روحك افيك لو طون هكذا يبدو خلاص يولفوك في التيرا يولفوك لي زيكيب وكاع خلاص تولي نورمال. اون بليس دي سا تاني مي تخدم بيان يشوفوا الخدمة تاعك بيان، زعما ماشي تاعنا دراسة فيديو فام خلاص ما تعرفش ولا ما تاربيتريش بيان، تبدل هذيك النظرة تاعهم. إيمان قصة أخرى تروي عن نجاح المرأة الجزائرية، قصة إرادة وعزيمة لا تنتهي بصافرة النهاية.